السلام عليكم. بقعة للبيع اللي هي قدامنا فيها 80 متر كاري مع لاكاف ومجازات مع بروميير ايتاج و دوزيام ايتاج على الشارع ديال 15. هيا هما الناس اللي بناو ليكزومبل بحال هاد الدار هادي اللي فينيا كاين هنا في طامنسورت في الجوامعية في حدائق الياسمين. ليكزومبل الاخر هو تاني مثلا بحال هادي دير هكا و تدير لاكاف ديالك دير هاد الطريجات و مقربة لجميع المرافق ما فيها الحمام الاسواق توفر على قرب من القيادة ديال التامسورت اللي راه هي قدامنا. جميع المرافق متوفرة ما فيها المدرسة الابتدائية والإعدادي والثانوي والتكوين المهني. اللي مهتم يتصل مرحبا. الثمن اللي هي 300 ألف درهم 30 مليون سنتيم. ومرحبا في أي وقت.